السلام عليكم، كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ انا غنحاول نحط التليفون هنايا. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. المهم انا حطاكم هنايا فوق البوطاجي الجديد اختي. هاك عطا التليفون، هاك هاك. انا يلا دخلت للدار. المهم هاد اليامات الفيديوهات ديال الشراء ديال الشراء ديال المشتريات مشتريات مشتريات، راكم عارفين توجد لرمضان وتوجد الكوزينه الجديده بيان سيغ. انا تبارك الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. تقريبا كل شيء ولا عندي جديد من غير الثلاجه، وهي اللي زعما ما خديتهاش جديده، حيت يلا خديتها دابا ما كامله حتى عامين، داكشي علاش ما بدلتهاش. باقا تنشري المعان، باقا كلشي كلشي كلشي. ولكن اليوم مشيت لواحد المحل انا وعادل ولقينا واحد اللعيبات، قلت علاش لي ما نشريهمش. صافي بقى عليا عادي، صافي خدي خدي اللي خاصك. خديت واحد اللعيبات وغنشاركهم معكم بالنسبه للتوجات ديال سيدنا رمضان. بيان سور كنحتاجو بزاف ديال الحاجات. غنبدا معكم اول حاجه مبيخره، يا الليل الليل لا مبيخره ديال الضو. واخا انا راه كونطر الفكره ديال المبيخرات ديال الضو، انا ما دوزتهم شحال هادي صافي وحبست، ما كنت كونطر الفكره ديالهم زعما، فهمتوني عادل؟ عطيني شويه البخور ديال اميره العرب نقولوا بسم الله في هاد المبيخره هادي. المهم كانت عندها واحد النونه بحال هكا بحال كريستاله، ها هي طيحات عليا سيليا عاد دابا كنحل من الكراط، طيحات عليا سيليا ورست الفيز ديالها. ايوا المهم خديتها على هاد الشكل هذا سامبل، ومنها تحيد لها هادي. شوف منها ديكور زوين، ومنها انا عجباني هكا، يا بعض المرات ما كيكون فيك ما تشعلي الفاخره ولا المهم دي فوا كتبغي شي حاجه خفه مزربل كيف ما كنقولوا، وكتحتاجي هادي. وبيني وبينكم انا عجبني الديكور ديالها، زوينه زوينه. ها انا غادي نحطها دابا، ندير فيها شويه البخور، نديرو اميره العرب احسن بخور حاليا عندنا في الدار حاليا، حيت انا مع كنشوف شي بخور اخر احسن من الاولاني كنقول لكم عاوتاني هذا هو احسن بخور. صافي درت شويه، غادي نديرها دابا باش تسخن ونفون نشمو ريحه البخور ونطفيوها ونحطوها هنا. هادو قدام من هادو؟ لا. المهم انا باقا تنسول عادي على البريزات واش هادو خدامين هادو ما خدامينش، حيت راه مازال ما خدمنا حتى حاجه في الكوزينه. تحطوا شي حوايج، دار الفاسك، دار روبيني، داروا لي ماشين في بلاصتهم، دار الفرن في بلاصتو، ولكن باقي بزاف ديال الحوايج. الوغ داكشي علاش ما صورتش ليكم، مني ان شاء الله غيكمل كلشي راه غنصور معكم كلشي. غنبدا لكم ثاني المشتريات من بعد ما وريتكم بخرى. هذه مقله، انا ديجا عندي في هذا اللون هذا عندي جوج مقيلات ولا مهر ثلاثه، وعندي كاسرونات باقيين حتى هما بالكرتونه ديالهم، وفيها هذا الموس هذا ديال تقشر بطاطا هكايا. غنحتاجوها في رمضان تحر شي حاجه، بانكيك، واخا انا ديجا عندي ديال البانكيك ضروري ما غتحتاج في سيدنا رمضان. ثاني حاجه كان عندي براد خو هذا كبير، وخاصني شي واحد هكا متوسط، هذا راه ماشي صغير بزاف ولكن متوسط اللي غادي يقدنا هكايا، غير شي حاجه خفيفه غير انا وماما وعادل ولا بحال هكايا وصافي. انا عجبني البريد هكاك في الذهبي. ثالث حاجه بلاط، ناري ناري غنبين لكم كلشي. عرفتي شنو درت؟ بغا نبين لهم البلاطو ديال اللي خدينا اللي فيه مرايا، صدقت مبينه البوطاجي مبينه كلشي. المهم بلاطو بحال هكا فيه مرايا هنا، وفيه هاد الزواقات هادو بحال هاد الشكل. ايوا المهم هذا المكان ونحطوه ثالث حاجة نوريها لكم، عجباتني حمقتني، حيت فيها كيف ما كنقولوا حجة وزيارة، صيف ذو حدين. نوريها لكم دابا، عندي هاد الباز هذا
هذا فاز ياكو، وهذه جبانه ولا بونبونيير ديال سوا ديال الديسير سوا ديال الفاكهه سوا اي حاجه تقدروا تستعملوها لاي حاجه، كيجيو بحال هكا وهما راه خوت ولاد العمام، ولكن كنقدروا نديروا ليها بحال هكا وتولي عندنا بونبونيير عاليه. شفتوا الديكور ديالها شحال جات زوينه، ونورمالمون السيد اللي حطهم تيبيعهم حطهم بحال هكا، حطهم مجموعين هكا كتجي بحال بونبونيير زوينه الصراحه. غير هي كتقدري تستعمليها سوا هكا سوا هكا، تقدروا تستعملوها هكا مفرقين. غادي نديروها فاز ولا نديرو فيها المملحات ولا اي حاجه، غادي نديرو فيها مثلا الحلو، ولكن انا عجبتني نديرها بونبونيير هكا، عاوتاني راه نديرها بونبونيير. فوالا في جميع الحالات كتجي زوينه. هذه هي الحاجه دابا غادي نحيد هادو، راه كنوريكم وكنجمع في الكراتن حيت عندي واحد لاله حبي ما شاء الله تبارك الله رطبه. شنو نقول لكم، راه اي حاجه تحطات خصها تمشي تخندشها. عندي هنايا حاجه اللي غنوريكم دابا كوت كور ديال هادشي كله الصراحه. شوفوا هاد الطبسيل هذا ولا بلا ولا سميوه كيف ما بغات تسميوه، في النواق هذا راه زاج، هو الغيو ديالو فوالا في النواق، وفي الدبي فونس غير في الكاميرا ما عطيهاش حقه بحال هكا كيجي، ومعاه سته ديال وليداتو كيف ما كنقولوا فوالا. شوفوا شوفوا كيحمقوا كيحمقوا. صراحه المعنات شي حاجه سورتو المعنات هكا اللي كيكونوا كيوت، ما نشريوش بزاف عرام شلاو بلا والي وما عندهم حتى شي ما زعما لا علاقه. هانتوما هنا ثلاثه وهنا ثلاثه ديال الوليدات ديالو، وغادي ندخلو حتى هو الكارطون حيت ام بوستي خلاتها هذيك ام بوستي نخلي شي حاجه برا على قبل على قبل لاله حبي. غادي تصفي لي الحساب تقولوا هاجي لهنا لقيتك مرحبا بك. كنجمع وكن كنوريكم ونعاود نجمع نوريكم نعاود نجمع. الحاجه اللي من بعد منها غادي نوريكم واحد الحاجه حتى هي زوينه، كل مره نقول لكم حاجه زوينه كل مره نقول لكم حاجه زوينه حيت كلشي زوين. غنوريكم هاد الصينيات هادو، هاد الصينيات هادو اولا طاوات طيحت الكور. هادو ثلاثه ديال الفران سوا الكيكات سوا الحوت بحال هكا في الطاوة، أي حاجة كغاطا أي حاجة كدار فيهم. أنا كنت شفتهم ديجا عند واحد السيدة وعجبوني دقيقلين، شوفو عجبوني كنت كنقول خاصني نخدم، وخا هي راه خداتهم ديك الساعة بميتين وعشرين درهم، أنا دابا خديتهم بقلب ثلاثة وخدا في قلب وخدا زوينين الصراحة. هادي هي الكبيرة في الغدا. ايوا بقى حاجه وحده وقيله ونطفي بعدا البيخه. ها انتم نبخلكم معايا الله ما تقولوش ما بخرتكم شتو انتم بخرتكم بالجاوي. عندكم هذا راه البخور ديال أميرة العرب، تلقات الريحة زوينة الله. أنا ما نقدرش نعيش بلا بخور في الدار ياك عادي قالي وييه عرفتي مسكين راه دايرة لي الأرارة البخور مبيخ، راه أي حاجة عندها علاقة بالبخور ضروري خصها تكون عندي في الدار، ما يمكنش نعيش بلا بها. هنايا خديت شويه ديال الضو، انا عندي البريسه ديال البانيني الكبيره كنت كنحلها كامله كتحل كامله هكايا وكنديرها شويه، وعندي وحده اخرى بحال هذيك مي ملي لقيتها بواحد الثمن اللي هو زوين بزاف ثمن رمزي الصراحه خديتها. غتنفع غتنفع ياك عادي خايبه بلاش خايبه بلاش اخويتي خايبه بلاش، اما اللي وجدات راه قال لك الجود من الموجود صافي. نبقى حاضيه انا دابا البخور
ما شاء الله. ايوا هذا ما كان بالنسبه للمشتريات. ما عرفت واش نسيت شي حاجه. اه نسيت واحد الحاجه. عادي تقدر تعطيني داك البانيو اللي فوراك اللي فيه المشتريات اللي سنين من بعد. باقي واخا تغبر. كان السيد كيقطع الرخامه عرفتو كيولاو مساكن دوك المشتريات حالتهم حاله. غنوريكم هادو حيت هادو بالنسبه ل هادو لي سوسيات يعني اللي كيكونوا تحت الطبيصلات. شوفوا باش تعرفوا راه مرات توسخوا مساكن. ويلي كلشي تغبر. هادو خديت منهم واش شي سته بحال هكاك بغيتهم على قبل هاد البلاصه هادي. انا نحرق لكم المفاجات. عندي هاد الرخامه هادي اولا في الطويب لها هكا في رمضان بما انه دايره المعنات ما بين الذهبي والكحل والاحمر. دايره ثلاثه دلوينات ما بغاش ندير قوه الالوان. شوف بالنسبه لرمضان سوا بلا رمضان حيت عليا القشقش كله اللي كان كاع المعنات مشاو بحال هكا. دايره شي معنات دابا بريستيج وزوينين كيوت بحال هكا. هادو خديتهم في هكايا عند المحلات هرشتها. راه عليا حياتي راه لي والله راه غلقت عليه. خديت هادي باقا خدامه هادي ديال اللي كطحن البزار سور بلاص. كانوا عندي الصراحه شحال هادي صافي حيتهم ومن بعد خديت دابا غير وحده خصني تنعاود نرجع للنقطه الثانيه على قبل الملحه كيعجبني دفات الملحه. خديت الند قلت لكم ما بقاش نعيش بلا خور ولا بلا ند. شي حاجه كتعطي ريحه زوينه غدار. هادي ديك سباتولا ما عرفتش شنو تسميوها بابا هكاع. هنايا عندي خديت هاد مشات ليا قولوا نتوما سميتو الزعتر فوالا. خديت هنايا الخلطه ديال الدجاج. خديت الخلطه ديال اللحم وخديت هنايا الخلطه ديال الحوت البهارات الحوت. وهنايا البابريكا وقيله لا هذا الحار فلفل حار. شنو خديت اخر؟ خديت محبوبه الجماهير سباغيتي وخديت هاد العيبيتيكات هادو غنشاركهم معاكم. خديت مقص خديت هاد العيبيتيكات هادو راه حليت وحده باش شفتها. هادو بالنسبه للدوش ان شاء الله الدوش راه صافي كمل في الاصلاحات كاملين باقيين غير لي زاكسسوار انهم يلصقوا. خديت هادو غنديرهم شنو ناري لو وليت كندقدق ما عرفت مالي. خديت هادو غيلصقوا في الفريج بحال هكا على حسب الشطابات على حسب الكراطات الشفاش سيختو. انا دابا راه ولا عندي شي معلش الشفاش في انواع واشكال كنشري الانواع كاملين. بحال هكا كيجي العود ديال الشطابه اولا ديال الكراطه بحال هكا كيتشد مكيبقاش داكشي مكركم غير مور الباب ديال الطواليط ومحطوطو واقف ولا شي حاجه كيجيو مرتبين. خديت منهم بزاف هادو شلاو بلا والي. خديت هاد لي ساك هادو هاد لي ساك اللي غيكونوا براتيك بالنسبه لرمضان سيغتو. انا دابا كيعجبني مطيشه ديال الطماطم المركزه زعما مطيشه الحب كيعجبني نصايبها في الدار ونديرها في الطاشيات. ولقيت هادو براتيك صراحه نوريكم ليكم. وراه بنفس الثمن ديال الاخرين العاديين صاشي بحال هكا منو انه بلاستيك غذائي ومنو انه ما بقاوش ديك نبقاو نعقدو الميكا وكنبقاو مضاربين معاه الحلوات صافي. كنحط داكشي اللي بغيت كنبسط الميكا بحال هكا كنبسط البلاستيك بحال هكا وكنسد بطريقه سهله من هنايا. ملي كنبغي عاوتاني حاجه راه كنعاود نحل وصافي. ايوا هذا ما كان شي اللي خديت. خديت بانيه اختي بانيه دابا فيه المقارونيات وداكشي هادشي اللي كاين واقيلا هادشي اللي خدينا ياك صافي. هذا راه بديت فيه شوفوا غير من البارح اليوم مشات منو هاد الكميه كامله. ماشي لا هادو صورتهم خديناهم في كارفور هادو وبالحق يلاه يومين باش مشات فيه هاد الكميه كامله حيت كان عندي تصبيع على الجهد. ايوا هذا ما كان شنو نقول لكم فيديو ديال المشتريات عادي حيت شركت لكم هاد الايام. انا ما عنديش اصلا كيفاش نصور فيديو بعدا ما عنديش والله العظيم ما عنديش كيفاش نتحرك كيفاش نصور فيديو ما عنديش. اش غنقول لكم راه هذا الله وصافي ما
الروينه مع عرفتوا عادل دابا راه كيحيد غير الكراتن اللي خواو وكيخلي الكراتن اللي مازال هذيك راه خاويه عادل ياك هذوك بجوج خاويين هذوك الكراتن بجوج يعني بقى غير هذا كيحيد دوك الكراتن اللي خواو اللي تحيدات منهم حاشاكم الطواليت سسبوندي اللي تحيدات منهم الميكانيزم ديالها اللي كيحيد داكشي كله الزليج اللي بقى شايط كلشي خاصو يتحيد بعد غدا ان شاء الله غدا الجمعه بعد غدا غتكون عندي ان شاء الله لا فام دو ميناج السيده اللي غتعاوني اللي غادي نحيدو هادشي كله نقصو ونقادو هذا انا كنهضر معكم كنشوف شنو اللي باقي ما مصايبش وغنتعاون انا وياها نحيدو عندنا هادشي كله الصراحه لان صافي وصل السيل والزوبه داك الروينه وداكشي ما بقيتش قادره نعيش انا وسط الروينه والله العظيم بقيت صابره 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 وصلت واحد الوقت ما ديك الروينه ما قدرتش وليت كندخل من باب الدار كنكون خدامه ولا شي حاجه كنجي كندخل من باب الدار كنتخنق بقوه ما كنلقى فين ما كنلقى حتى فين نحط رجلي البارحه راه كنت في الحفل ديال عيد المراه وجايه زعما ضحكه فرحانه وهادي بقيت كنشوف داكشي دغيا ديرونجيت مع دخلت هاد الباب ديرونجيت ايوا هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم بلا ما نطول عليكم بالبلا بلا ما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن لي كومونتير ديالكم واي اقتراح اي فكره ديال الفيديوهات بغيتوها خليوها لي في التعليقات سواء بغيتو نشارك معكم الطريقه ديال الترتيب ديال المطبخ ان شاء الله سواء نشارك معكم الطريقه ديال الترتيب بالنسبه للحمام بالنسبه للاثمنه بالنسبه لاي حاجه بغيتوها خليوها لي في لي كومونتير ديالكم